اليوم احنا والاخ القائم مقام والقائد الشرطة ومدير البلديات موجودين بهذا المكان. افتتحنا مول دجلة سيتي اللي راح يكون ايضا متنفس لأهلنا في مدينة الموصل، وصادف الافتتاح ماله قبل عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله دائما أهلنا يعني أيامهم أفراح وسعادة، وإن شاء الله بعد أيام أخرى أيضا تفتتح متنفسات أخرى لأهلنا في مدينة الموصل. كنا نتناقش أنا والأخ القائم مقام حول مسألة الغابات وغيرها، وإن شاء الله جسريا النصر والتحرير راح ينفتح للمواطنين، ونتمنى أنه تعم السعادة والأفراح على أهلنا بالموصل. اليوم بصحبة الإخوان سيد قائد عمليات نينو والأخ القائم مقام مدير ناحية بعشيقة ومدير البلديات وكافة المسؤولين، تم افتتاح مول دجلة سيتي ومدينة الألعاب، هذا المتنفس الذي عاد إلى الحياة بعد تحرير الموصل. إن شاء الله سيكون في أيام العيد الأضحى المبارك. إن شاء الله الأيام القادمة ستشهد أمور كثيرة في المدينة وتطورات كثيرة كلها تصب في صالح المواطنين لإعادة الحياة الطبيعية لأهلنا في محافظة نينوى. تم اليوم برفقة السيد قائد عمليات وقائد شرطة نينوى والسيد مدير بلديات نينوى ومدير ناحية بعشيقة حضور احتفالية افتتاح اليوم ألعاب ديجيتال سيتي، وهذه جميعها ألعاب حديثة قد يفرح لها أبناء مدينة الموصل. هذا التطور الكبير جزء من استقرار وسعادة أبناء نينوى في هذه المحافظة الأليمة التي عاشت نكبة خلال 3 سنوات في ظل عصابات داعش. الحياة ستعود بإذن الله، هناك تحديات ولكن سنتحدى كل التحديات بهمة الغيارة من أبناء المدينة، وستعود الحياة إن شاء الله إلى ما كانت. هذه رسالة يوجهها أبناء محافظة نينوى إلى المجتمع الدولي بأن أبناء محافظة نينوى قادرون على إعادة الحياة، فبعد تحرير كافة أجزاء محافظة نينوى والتي تكللت أخيرا بتحرير قضاءة الأحفر، اليوم مثل ما كانت هناك يد تقاتل، اليوم الحمد لله هناك يد تبني. واليوم تشرفنا بحضور عدد من القادة الأمنيين
السادة المسؤولين بافتتاح ديجيتال سيتي، هذا المتنفس الذي يكون له أثر إيجابي بإعادة الفرحة والابتسامة إلى أطفال مدينة الموصل، الذي تزامن افتتاحه قبل حلول عيد الفطر الأضحى المبارك. نبارك لكافة أهالي الموصل هذه الفعاليات، وإن شاء الله ستكون هناك فعاليات أخرى تساعد بعودة الاستقرار إلى محافظة نينوى. بعد انتظار طويل وجهود حثيثة دامت 7 أشهر، تم افتتاح مدينة ألعاب ديجيتال سيتي لأهالي مدينة الموصل اللي يستحقون أن نعيد إليهم البسمة بعد عناء طويل. الحقيقة احنا بدأنا العمل في مدينة ألعاب ديجيتال سيتي وكانت هناك بعض الأضرار في الألعاب، واستطعنا بفضل الله إعادة صيانتها، والآن ديجيتال سيتي تفتح أبوابها لأهالي مدينة الموصل. الحقيقة الافتتاحية ستكون خلال عيد الأضحى المبارك من الساعة 10 صباحا وحتى إلى يعني إلى وقت متأخر من الليل. أما باقي الأيام العادية سيكون افتتاح المدينة من الساعة 4 عصرا إلى وقت متأخر من الليل. Thank you.